السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتناول مع بعض منهج نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة. المحاضرة الأولى هنتناول فيها أساسيات نظم المعلومات المحاسبية من خلال 4 نقاط مهمة. بداية هنبدأ بالمفاهيم الأساسية لنظم المعلومات، ثم أنواع نظم المعلومات، وهنتناول نظم المعلومات المحاسبية بصفة خاصة، ثم دورها في عمليات اتخاذ القرارات. مفترض ان حضرتك بعد المحاضرة دي هتبقى قادر انك تعرف الفرق ما بين البيانات والمعلومات والمعرفة، وقادر انك تميز بينهم، قادر انك تعرف اساسيات ومفاهيم نظم المعلومات واهميتها ووظائفها، قادر تفهم ماهية دورة حياة نظم المعلومات. المعلومة أصبحت شيء مهم جدا في حياتنا على المستوى الشخصي، فبالتبعية أصبحت أكثر أهمية على مستوى حياة الشركات اللي بتتعامل في الحياة الاقتصادية وبتوفر الخدمات والسلع الضرورية للعديد من المواطنين والمستهلكين لإنتاجها. الشركة علشان تحسن أدائها وتزود من كفاءة وفعالية هذا الأداء بتحتاج لمعلومات مهمة جدا علشان تعمل عمليات التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات. بتعتبر نظم المحاسبة هي أقدم نظم المعلومات اللي عرفتها الشركات، وبتستقي منها المعلومات اللي بترغب إن هي تستخدمها في تسيير مجريات الأمور داخلها. بداية لازم نعرف الفرق ما بين كلمة البيانات والمعلومات، لأن أغلبنا بيستخدمهم الاثنين بنفس المعنى، إلا أن الحقيقة هناك فرق واضح بين الاثنين. فالبيانات هي مجموعة الحقائق والمفاهيم والأحداث اللي بتدور حوالينا، بتعتبر هي المادة الخام اللي بيستخدمها نظام المعلومات وبيخضعها لمجموعة عمليات تشغيل ومعالجة عشان يوصل للمعلومات المرغوبة والمستهدفة. لكن البيانات دي اللي بتعتبر مادة خام لازم تتصف بخصائص معينة عشان تضمني اني اوصل للمعلومات بخصائص جيدة والمعلومات اللي انا فعلا كنت مخطط ان انا اوصل بيها. الخصائص المفترض ان البيانات تتصف بيها هي عديدة، لكن لعل من أهمها إنها لازم البيانات دي تتسم بالدقة، وإنها تكون خالية من الأخطاء والتحيز، إنها تكون بتمثل الواقع العملي وشاملة ما فيهاش أي نقص أو قصور، متسقة ما فيش بينها تعارض أو تناقض، مناسبة إني أنا أخدها لعمليات التشغيل اللي أنا أقدر أوصل من خلالها للمعلومات اللي عايزها. طبيعة ونوعية البيانات ومصادرها بتخضع لمجموعة من التصنيفات المتعددة بشكل كبير جدا. كل الباحثين المهتمين بالمجال ده كل واحد عمل تصنيف وتبويب معين، إلا أن تقسيم البيانات بشكل عام ممكن نقسمه بغرض توفير المعلومات ل4 أنواع. ممكن تبقى بيانات أولية أو ثانوية، ودي أكتر البيانات اللي بتبقى متصلة بالمشكلة، بجمعها لغرض معين، عايز أرسم خطة، عايز أتابع أداء، عايز أراقب على الأداء ده، عايز أعرف الفرق ما بين المنفذ واللي كان مخطط، في انحرافات ولا لأ. كل دي بيانات أولية أنا بجمعها عن موضوع معين. البيانات دي ممكن تبقى في شكل كمي رقمي أو وحدات، أو في شكل وصفي أو نوعي عبارة عن أحكام وتقديرات، بس أراعي إن البيانات الوصفية تبقى بيانات موضوعية بعيدة عن التحيز. ممكن تبقى آراء خبراء ومستشارين في شكل توصيات أو مقترحات تساعدني في مجال اتخاذ القرار أو الاختيار ما بين البدائل. مصادر البيانات متعددة، لكن أقدر أقسمهم بشكل عام لمصدرين: مصادر داخلية، وهي بيانات بقدر أجمعها من داخل الشركة نفسها، سجلاتها، الدفاتر بتاعتها، مقابلة العاملين فيها، الجلسات بتاعة الاجتماعات بتاعة الرؤساء مع المرؤوسين، الخطط، النظم،
ومصادر خارجية من المتعاملين مع الشركة، من أصحاب المصالح المختلفة، عملاء، موردين، بنوك، على مستوى الدولة، القوانين والتشريعات اللي بتخص مجال عمل الشركة. المعلومات هي البيانات اللي أنا قدرت أجمعها وأعالجها بشكل معين علشان أديها في شكل معلومة للمستفيد اللي عايز يستخدمها لغرض معين. وخد بالك إن المعلومات في فترة ممكن تبقى بيانات فترة تانية محتاجة عمليات تشغيل ومعالجة علشان أحولها مرة تاني لمعلومات. إذا هي المعلومات في مراحل معينة ممكن تبقى بيانات لمراحل أخرى. المعرفة هي الحصيلة اللي أنا بقدر أوصل لها من خبرة ودراية من كم المعلومات اللي قدرت أجمعه وأتعامل معاه. معلوماتي أقدر أصنفها تصنيفات كثيرة جدا حسب النظام اللي بتندرج تحتيه المعلومات دي، أو اللي هو بيصدر لي المعلومات دي أو بيخرجها لي. ممكن تبقى معلومات مالية، ممكن تبقى معلومات إدارية، معلومات دورية أو غير دورية، رسمية أو غير رسمية. كل دي تصنيفات للمعلومات. مصادر معلوماتي تشبه كتير قوي البيانات بتاعتي، ممكن تكون مصادر داخلية أو مصادر خارجية. داخلية من داخل الشركة، سواء من الدفاتر بتاعتها أو من الأشخاص أو من المديرين، أو خارجية من المتعاملين مع الشركة، من عملاء وموردين ونقابات عمال وهيئات حكومية وأجهزة رقابية. المهم إن المعلومات اللي بيوفرها لي النظام أيا كانت طبيعتها يجب أن تتسم بالجودة. يعني إيه جودة معلومات؟ يعني المعلومة اللي واصلة لي فيها مجموعة من الخصائص والمواصفات اللي تخليني أثق في المعلومة دي واستخدمها وأنا مطمن إني أنا هوصل لقرار صح أو هختار البديل الصح. الخصائص دي زي توقيتها، لازم أوفر المعلومة في التوقيت المناسب، ما يبقاش بعد الغرض منها ما انتهى. الشمول، الدقة، الوضوح، إن أي حد يفهمها، ما تبقاش فيها كلمات متخصصة جدا يصعب على المستخدم إن هو يدرك معناها إيه. تكون مرنة، تكون صالحة طبعا، ما فيهاش تحيز، موضوعية، أقدر أقيسها وأقدر أوصل ليها بسهولة. التكلفة بتاعة المعلومة لا تتعدى العائد منها، قابلة للمراجعة. المعلومات والمستويات الإدارية جوه الشركة بتختلف. خد بالك كل ما انت عليت بالمستوى الإداري يبقى أنا عايزة معلومة موجزة، لكن تديني صورة ولمحة سريعة عن الوضع. كل ما أنا نزلت بالمستوى الإداري، لا أنا عايزة معلومات تفصيلية، اشرح لي الخطة اللي الإدارة العليا عايزاها دي، اشرحها لي، قولي بالتفصيل إجراءاتها خطواتها إيه. فهنلاقي مثلا الإدارة الاستراتيجية أو الإدارة العليا دايما هتحتاج المعلومات اللي تساعدها إنها تتنبأ بالأحداث المستقبلية، ترسم الخطط، تختار ما بين البدائل. فعايزة التقارير بتاعتها موجزة، والبيانات تبقى في شكل رسومات بيانية وإيضاحات سريعة. الإدارة التكتيكية اللي هي التنفيذية أو الوسطية بتحتاج معلومات أكثر تفصيلا. هي تقارير برضو ما بتبقاش كبيرة جدا، لكن فيها نوع من التفصيل الوسطي المعقول اللي بيبين الصورة بوضوح، الخطة، الهدف اللي عايزاه الإدارة العليا ايه. لما باجي للإدارة التشغيلية اللي بتنفذ بقى بالفعل، لا أنا عايزة بالتفاصيل، قول لي الإجراءات، الخطوات ايه، أوفر ده ازاي وأنفذ ده ازاي. إذا كل ما نزلت بالمستوى الإداري كل ما احتجت المعلومات أكثر تفصيلا. نوع المعلومات بيتوقف كمان على القرار اللي انت هتاخده كمدير او كرئيس او كمشرف ومسؤول عن العملية الانتاجية. انت بتاخد قرار هيكلي روتيني كل يوم بناخده، ولا بتاخد قرار غير عادي، غير روتيني، ما تكررش قبل كده. كل نوع من انواع القرارات بيحتاج شكل ونوع من المعلومات مختلف. مفهوم نظام المعلومات من كل اللي احنا سردناه ما هو إلا مجموعة من المكونات
بتساعدني اني اخد البيانات بتاعتي واعمل عليها عمليات تشغيل معينة عشان اوصل لمعلومات مفيدة بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب، تساعد كل واحد من مستخدمي المعلومات انه يحقق الغرض اللي هو عايزه. معنى كده ان النظام مفروض يحقق مكاسب من خلال توفير معلومات مناسبة في الوقت الملائم عشان أفي بمتطلبات مستخدمي المعلومات، أستخدم المتاح لي من قوة عاملة وأجهزة وموارد أفضل استخدام، أنشط حركة الاتصال وتبادل المعلومات عشان أحسن أدائي ودعم عمليات اتخاذ القرار. معنى كده أن نظام المعلومات لو حبينا نتخيله مش هيخرج عن أي نظام تشغيل في أي ورشة أو شركة أو مصنع، هي عبارة عن مواد خام الممثلة في شكل البيانات بتاعتي، بعمل عليها عمليات تصنيع أو تشغيل اللي هي معالجة البيانات بأساليب إحصائية بقى أو رياضية أو أساليب وصفية، أيا كان الأسلوب اللي أنت بتستخدمه وأيا كانت الأجهزة، هتستخدم موارد بشرية بس ولا هتستعين كمان بالحاسب الآلي، عندك إمكانيات من برامج جاهزة علشان أوصل للمنتجات أو المخرجات اللي أنا بستهدفها اللي هي المعلومات. مدخلاتي ممكن تبقى بيانات، مشكلات، تعليمات، بدائل، علشان أوصل للمخرجات المطلوبة. في النص بعتي على مجموعة برامج وأفراد وأجهزة وبنك كده للبيانات أو بنك للمعلومات قديم بستخدمه علشان أعمل المعالجات اللي أنا عايزها عشان أوصل للمخرجات اللي أنت بتقول عليها بقى، اللي هي تقارير أو حلول لمشاكل معينة أو رسوم بيانية بتبين لي البدائل بتاعتي أو خطط أو حسابات عشان أختار البديل الأفضل. كل ده بيتم في ضوء تغذية عكسية أو مرتدة تطور وتحسن عملية الجمع والتشغيل واستخراج المعلومات، دايما يبقى فيه تطوير وتحسين للأداء بتاعي. وظائف نظم المعلومات متعددة جدا، لكن أقدر أصنفها لخمس وظائف رئيسية. أي نظام معلومات لازم يجمع بيانات، بعد ما جمعها لازم يعالجها، يتعامل معاها، ينتج منها المعلومات، بعد كده بيعمل مخزن بيحط فيه المعلومات والبيانات دي، بيبقى اسمه قاعدة بيانات لازم يديرها. يعني ايه يديرها؟ يحسنها دايما، يخلي باله منها ويطورها ويعدل فيها ويضيف فيها الجديد والمتقدم يستبعده. كل ده لازم يتم في ضوء توافر قواعد وضوابط للرقابة والأمن، البيانات تحافظ عليها من التلف ومن السرقة ومن الأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة. الشكل اللي قدام حضراتكم بيبين الوظائف بتاعة نظام المعلومات والعلاقة ما بينهم. أي نظام معلومات عمره أو دورة حياته لا تختلف عن دورة حياة أي شيء في حياتنا بما فيه احنا. بنبتدي بمرحلة الميلاد او الانشاء، بننمو، بنوصل لمرحلة النضوج والعنفوان، عز النظام كده وعز تشغيله، نظام جيد وبيوفر لي كل البيانات اللي انا عايزاها، الى مرحلة التدهور. احنا مش بنحب نوصل لمرحلة التدهور، فدايما عشان ابقى في مرحلة النضوج محتاج دايما ان يعني انا اعمل تحسين وتطوير وتعديل مستمر للنظام بتاعي، وادخل فيه دايما كل ما هو جديد في مجال نظم المعلومات. انواع نظم المعلومات بيبقى مهم ان نتعرف عليها واعرف افضلها لنوع شركتي ونوع الخدمات اللي انا عايز احققها من المعلومات المتوفرة. فبيبقى عندي اكتر من نظام. عندي نظم المعلومات الرسمية، دي عبارة عن نظام معلومات تبع الهيكل التنظيمي للشركة والتسلسل بين السلطات، والنظام ده بتبقى خطوط الاتصال فيه ماشية من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى. في شكل هنا هيوضح لك ده.
الشكل هو دي بيئة المنظمة أو الشركة بتاعتك، بداية من الإدارة العليا، الوسطى التنفيذية، العاملين. نظام المعلومات بتاعك عبارة عن قنوات اتصال بتنزل من أعلى لأسفل، شايلة توجيهات، تعليمات، الخطط المراد تنفيذها، اللوائح والقوانين اللي أنا لازم ألتزم بيها. ومن أسفل لأعلى بتديني تغذية عكسية، اللي بيتنفذ فعلا هو اللي أنا كنت مخططه، هو اللي أنا عايزه أرغب فيه، في أي انحرافات، في أي استفسارات، طب في قصور أقدر أعدل من التعليمات بتاعتي والتوجيهات عشان أجود وأحسن بشكل مستمر. ده اللي يخلي دايما أدائي ما يوصلش لمرحلة التدهور. النظام الغير رسمي، وده من النظم الجيدة جدا اللي لازم الشركة تدعمه، لأنه بيبقى بين العاملين وبعضهم البعض، أو العاملين والمشرف بتاعهم أو الرئيس بتاعهم. دي المشاكل اللي بتواجههم بشكل يومي ويقدروا إن هم يحلوها بينهم وبين بعض. دعم النظم دي يساعدني إني أنا أعمل فرق عمل، علشان الأداء يبقى بيتم من خلال فرق عمل مش أداء فردي، لأن فرق العمل بتضمن حسن سير الأداء بشكل أفضل. عندي كمان نوع من أنواع النظم ممكن أصنفه حسب العمليات والأنشطة بتاعة الشركة. عندي نظام مرتبات، نظام مشتريات، نظام مبيعات. ممكن يبقى عندي نظام للمعلومات الإدارية بيخدم المديرين لدعم عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. عندي نظم معلومات مبنية على الحاسب الآلي أو الكمبيوتر مميكنة، دي بتستخدم مع الأفراد والإمكانيات أجهزة كمبيوتر وقواعد بيانات تساعدها إنها توفر معلومات أكثر دقة وبسرعة أعلى وبجودة أفضل. الكمبيوتر النهاردة أصبح من الإمكانيات اللي بتحلي فرص أفضل علشان أوصل لمعلومات أسرع وأكثر دقة. الشكل اللي قدامك بيبين لك التكنولوجيا ودورها في معالجة المعلومات، وإزاي باخد المدخلات اللي هي البيانات العادية اللي كانت عندي بستخدمها وبشغلها من خلال أفراد بس، لأ النهاردة مع الأفراد قدرت إن أنا أوفر لهم أجهزة وبرامج وقواعد بيانات تساعدني إني أوصل لمخرجات أفضل. وطبعا لا يغيب عنك ان الافراد دول لازم يتسموا بمجموعة من المهارات الخاصة اللي تمكنهم ان هم يتعاملوا مع اجهزة الحاسب والبرامج دي. مدخلاتي ما بتختلفش، هي عبارة عن بيانات بس انا مفروض اني بحطها بشكل يقرأها الحاسب او الكمبيوتر. بتتم المعالجة من خلال اجهزة الكمبيوتر والبرامج المخزنة داخله، ومن خلال قاعدة بيانات متوفرة عندي بوصل بين إجراءات النظام ومع مجموعة من الأفراد للمخرجات اللي أنا عايزها. ده شكل بيوضح لك التركيبة أو الميكنة بتاعة نظام المعلومات اللي بيعتمد على الحاسب. وواضح طبعا إن الأفراد ذوي المهارات الخاصة اللي تمكنهم ان هم يتعاملوا مع امكانيات الحاسب هم سنتر النظام وقلبه، من غيرهم مش هيقدر النظام يشتغل. مخرجاتك بتبقى زي ما اتفقنا في شكل معلومات، انت عرضتها بقى في شكل تقارير باوربوينت زي اللي احنا بنعرض عليه المحاضرة بتاعتنا دلوقتي، ايا كانت معلومات بتدعم القرارات وبتقدم تقارير إدارية توفر معلومات لمختلف المستويات الإدارية، بتديني معلومات عن الأداء التشغيلي وإزاي أجوده وأحسنه، بتمكنني يبقى عندي نظام اتصالات جيد في الشركة بين المستويات الإدارية المختلفة. مما لا شك فيه إن استخدام الكمبيوتر هيوفر لك مزايا متعددة، زي ان العمليات الحسابية هتبقى اكثر دقة واسرع، الدقة في المعلومات المتاحة، الاخطاء هتبقى اقل، سرعة في الانجاز، مرونة، زيادة في الثقة للتقارير اللي خارجة ما فيهاش نوع من انواع التحيز او الاخطاء البشرية. لكن خد بالك ان مع المزايا دي في بعض برضو بعض المشكلات،
أهمها ارتفاع تكاليف الأجهزة والبرامج الجاهزة وتحديثها، إن أنا عرضة لأي خطر لتعطل الجهاز أو انقطاع الكهرباء أو تلف أحد الأجهزة أو جزء منه، التقادم السريع في مجال التكنولوجيا، إن أنا النهاردة ما بشتري برامج أو أجهزة تاني يوم بتبقى فيه برامج أحدث منها، فبيخلي النظام عندي في نوع من أنواع التقادم. احنا قدمنا لكم لمحة سريعة عن ماهية نظام المعلومات، وبشكل خاص نظام المعلومات المحاسبية، وازاي هو ممكن يحول البيانات لمعلومات بتفيد في عمليات التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات. دي كانت محاضرتنا الأولى، نشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.